ترتيب للمركز رقم 13. بدا الشوط الاول سيراميكا كليوباترا هيكون على شمال الشاشه بيزيل عنابي، والبنك الاهلي الضيف هيكون النادي المصري. وعوده حميده للاعب يعتبر من اهم اللاعبين في فكر الكابتن طارق مصطفى، انطلاقه مهاره وفرقورته حلو، مدبوله عرضيه، الكعب لمسه خطيره ولكن الخبره وعلى طول التركيز العالي. وادي الحريف احمد مدبولي، مدبولي بيلعب عرضيه خطيره، صد حلو من بسام، ولكن الحكم اللقاء قال لك في دفع وفي التحام وفي فاول من احمد ياسر ريان، تصل على اليمين انطلاقه الامام احمد بالحاج، لسه مع الكوره بالحاج، النجم المغربي عرضيه ولكن يطير، والراسيه الجيده من انطلاقة سريعة احمد كندوسي، كندوسي الكرة الطولية احمد ياسر ريان، لمسة على الشمال محمد ابراهيم، في خطورة في هجمة منظمة، ولكن في المقابل في دفاع الامس لقاء المقاولين امام فرق، يعني لقاءات الامس كانت لقاءات التعادل. لمسة تصويبة، يا الله حلوة 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 التصويبة بقدم اياو النور، مكسب كبير اللي كان مركز سابع، هذا الكلام كان في الموسم قبل الماضي. بس يونا عرضية، لمسة من رجب نبيل في احضان الحارس محمد بسام، عاوز يعدي، عدى بلمسه حلوه خطيره سريعه منتهى خطوره، ياسر ريان يلعب عرضيه ولكن مش مظبوطه العرضيه، ولكن احمد سته اتعادل في اربعه وانهزم في 13. الكره الطوليه خطيره، اللمسه الانطلاقه، عاوز يعدي، عدى اللاعب النور، خطيره جدا خطيره جدا للبنك الاهلي، مسيوني عاوز يعدي ولكن جابها بمهاره. الكره الطوليه حلوه على الامام على الشمال، اسامه فيصل انطلاقه بتحركات جيده من لاعب البنك الاهلي، لسه اسامه عاوز يعدي، اسامه، اسامه محمد عادل، عرضيه خطيره ولكن بامتياز يحط رجله ويطلع كورته على طول رجب نبيل. بسام مدبول على طول، الكرة الطولية كرة عالية راسية ولكن بعيدة جدا، يلعب العرضية من مدبول والارتقاء والراسية من محمد ابراهيم، سجل هدفين وبرضه سرق بس هدف. كرة الطولية اللمسة الحلوة من شاهين تترد ترجع، حتى الآن طوال الشوط الأول باص الأمام تصل جولة، عاوز يعدي جولة، جولة وعاصم صلاح، عرضية راسية ممتازة من الجزار، يحط دماغه ويعمل التغطية الممتازة وراسية لمحمود الجزار، لسه الجزار يطلع كورته جابوها، ولكن الحكم اللقاء الآن بيصفر بنهاية الشوط الأول في لقاء سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي في لقاءات الجولة رقم 24. صاحب القميص رقم 2 تغيير في نزعة دفاعية، يعني زيزو بيلعب وسط في نص الملعب، وعبد الغني بيلعب قلب الدفاع، والحيطة والحارس حسن شاهين، وفاول لسيراميكا السنده، هوب التصويبه جت في الحيطه في قدم سعيد السنبري، وتلعب بره الملعب، تبقى الان ركنيه رابعه لصالح نادي سيراميكا كليوباترا حتى الان في المباراه، جت في قدم سنبري في تصويبه قويه مدويه بقدم احمد ياسر ريان بره الملعب، هذه اللمسه والسنده والتصويبه القويه جت في قدم على طول، كورته عاليه فوق قويه، تعدي تصل على الشمال لحقورته طبعا اللاعب احمد بالحاج، رجعها ورا تصل لعبد الرحمن بودي، الكره الطوليه خطيره راسي، والهدف جوه جول جوه جول، الهدف الاول هدف التقدم لسيراميكا كليوباترا، هدف زيتي براسيه لمحمود الجزار، قلب الدفاع يسجل هدف في مرماه عن طريق الخطا، كره طوليه روعه الروعه، ثم ارتقاء براسيه وخطا كبير من محمود الجزار عشان سيراميكا كليوباترا يسجل هدف مبكر في الدقيقه الثالثه من عمر الشوط الثاني. هذه العاده مره ثانيه، احمد بالحاج ثم عبد الرحمن بودي الباك الشمال، يلعب كره طوليه روعه الروعه ثم الارتقاء والراسيه من محمود الجزار عشان يسجل هدف ذاتي في مرماه مع لحظات اولى من عمر الشوط الثاني، هدف التقدم لسيراميكا كليوباترا في الدقيقه 48 من عمر المباراه، راسيه حطها فين؟ في المستحيله على شمال حسن شاهين، هدف واحد مقابل لا شيء، سيراميكا فريق برصيد 7 اهداف، وجوده مهم ومهم جدا للبنك الاهلي. كره طوليه والدفاع بالكعب من محمد ابراهيم، عاليه فوق راسيه من بسيوني، ترجع مره ثانيه تترد من عبد الرحمن بودي على اليمين، لمسه بامبو ولكن تلعب بره الملعب، هذا احمد ربيع اللي نزل، العرضيه دفاع من اوجولا، طلع كورته اوجولا
وراء محمد بسيوني، كرة طولية رأسية قوية من الدفاع، ترجع الشمال مرة ثانية لمسة أحمد ربيع، هوب التصويب، ولكن راح فين يا ربيع؟ بعيدة جدا جدا. تصويبة قوية باستعجال بدون تركيز وتلعب بره بعيدة. كل البوع عيد السومبري صاحب القميص رقم 4 اليوم في المباراة. هذا عبد الرحمن بودي والهدف من الرأسية الذهبية من محمود الجزار، هدف ذاتي في الدقيقة 48 من عمر اللقاء. هدف برأسية محمود الجزار في مرماه عن طريق الخطأ، حطها في الزاوية المستحيلة لا يسأل عنها إطلاقا حسن شاهين، ولكن على طول الكروس تصل ناحية على طول لاعبي فريق البنك الأهلي أمامية. دفاع من بودي، لمسة من محمد عادل لابراهيم، الكرة طولة خطيرة سريعة منتهى الخطورة، احمد بالحاج، بالحاج بمهارة، هوب التصويب، ولكن ضعيفة جدا ضعيفة جدا، عمل انطلاقة وعمل مهارة فردية ولكن اللمسة الأخيرة غير جيدة فأحضان الحارس حسن شاهين. احمد رمضان انطلاق الأمام، ياسر ريان لاحمد رمضان، دفاع من الجزار لسه في خطورة، الكعب والانطلاق والدفاع روعة من الجزار، واقف صح وطلع كورته صح محمود الجزار بره الملعب. تبقى رقمية 5 لصالح فريق السيراميكا كليوباترا. النجم الجزائري احمد كندوسي، كندوسي عالية راسية قوية بعيدة جدا جدا، ضربة راس القوية من رجب نبيل ولكن تلعب بره بعيدة، ضربة مرمى حاليا لصالح فريق البنك الاهلي. كابتن ايمن الرمادي اللي قدم فنيا حتى الان في 9 علي مين حلوه، انطلاق الامام منتهى الخطوره، مسيوني بكريمين يلعب عرضيه قويه هيلحق كورته ولكن ما لحقهاش اللاعب كريم بامبو، وتلعب بره طوبه الان ضربه المرمى حاليا لصالح فريق سيراميكا كليوباترا. الجزار عاليه راسيه من التوني، ترجع مره ثانيه احمد ربيع بعرض ملعب سعيد الصنبوري على طرف الشمال، تصل كريم بامبو تصويب ولكن بعيد، تصويبه طلعت فين راحت فين بعيده جدا جدا. هذا هو كريم مامبو، كريم مامبو صاحب القميص رقم 10 ولاعب ونجم داخل منطقه جزاء فريق سيراميكا كليوباترا. هذا عبد الغني والفاول والعرضيه عاليه فوق بلمسه تعدي خطيره، هوب التصويب ولكن راحت فين، تصويبه بدون عنوان غير جيده بقدم كريم مامبو، تلعب بره بعيده. طوبه ضربه المرمى الان لصالح نادي السيراميكا كليوباترا، ولكن للأمانة رغم التأخر بهدف ولكن فريق البنك الأهلي عامل مباراة جيدة وعامل مباراة محترمة جدا 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 حتى الآن. يعني اللي يشوف ترتيب البنك الأهلي يقول لك لا، يقول لك ما ينفعش هذا المركز مع هذا المستوى، عامل مباراة جيدة حتى الآن فريق البنك الأهلي أمام فريق سيراميكا اللي بيحتل أيمن رمادي، خرج الأربعة في الامام، لمسه خطيره تعدي، يا الله طلعت بره الملعب، خطيره جدا جدا. ترجع ورا يبني الهجمه لعبد الغني، يطلع كورته عاليه راسيه تعدي خطيره جدا يا الله، ولكن قويه الى حد ما على بامبو، وتلعب بره تبقى ضربه المرمى الان لصالح سيراميكا كليوباترا. لو انتهت المباراه بهذه النتيجه هيكون فوز صعب لسيراميكا، هيكون فوز صعب لسيراميكا، وفي المقابل رغم الهزيمه للبنك عثمان تصل ابوكا عاوز يعدي ابوكا، تعطي دفاع ممتاز من عاصم صلاح، يطلع كورته عاصم تصل ناحيه ياو النور ومعه حكم اللقب صفر. من اخر المباراه مشاهدينا، والفوز الغالي اليوم والصعب اليوم فوز